عايزة الأول أتوقف عند احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاحتفالية كان فيها حضور مميز لحزب حماة الوطن، والحقيقة أثبت حضوره، أثبت تواجده المؤثر في الشارع المصري، قدرته على الحشد من خلال كوادره اللي قادرة أنها تشكل كتل تتحرك على الأرض اسمها الكوادر الطبيعية، اللي بتعد تعبر عن رؤية وطنية واضحة للحزب كحزب طبعا فعال قادر خلال يعني سنوات قليلة من تأسيسه أنه يكون جزء من معادلة الحياة السياسية والحزبية في مصر. الحقيقة كانوا يعني خليت نحل على الأرض، اشتغلت على قدم وساق في كل محافظات مصر عشان تشارك مشاركة مميزة ولائقة وفعالة في ترتيبات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، وقدرت أنها تحشد عن طريق أمانات الحزب وقواعد الحزب على مستوى الجمهورية للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي بمناسبة مرور 51 سنة على انتصارات أكتوبر. بصراحة كانت مشاركة واسعة ومشاركة مشرفة من كل كوادر الحزب المحتك بكل الفعاليات المهمة جدا، وكشفت حجم انتشار حزب حماة الوطن وتأثيره القوي بين المصريين. من قلب العاصمة الإدارية الجديدة ووسط أجواء احتفالية سادت فيها روح الوطنية والانتصار، تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الآلاف من أبناء الوطن، وذلك في احتفالية الذكرى 51 من نصر أكتوبر المجيد والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والكيانات الشبابية، بالإضافة للأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب حماة الوطن، والذي حرصت قيادته على مدار اليوم على عمل الترتيبات والتنسيقات اللازمة مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية لتسهيل وصول حشود حزب حماة الوطن للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش، والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه، وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه. وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي احنا مع بعضنا مع بعضنا. حكايات التمانية اللي جت النهاردة حكايات لبيوت بسيطة، موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري يسعى من أجل حياة أولاده وحياة أسرته في ظروف صعبة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على ظروفنا ديت ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. واسمحوا لي اقول لكم ان انا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفاليه بصراحه، سواء كان منظمات المجتمع المدني او اتحاد القبائل او كل الناس اللي شاركت من المحافظات. بشكركم، ونوجه التحيه لكل شعب مصر بمناسبه الاحتفاليه دي. الحفل استعرض فقرات فنية تنوعت بين أفلام وثائقية،
سردت تاريخ بسالة المصريين في مواجهة أعداء الوطن، بالإضافة لمجموعة من القصص الإنسانية لنماذج مصرية تغيرت حياتهم نتيجة النهضة التي شهدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض الحفل فقرات غنائية أحياها كوكبة من نجوم الغناء المصرية. شعور الحب على لساننا ويا بختك ياللي بتفهمنا، هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عادتنا، وفينا ونفعنا الدنيا ومحدش غيرنا ينفعنا، فرسان تواضعنا وأدبنا نسينا نقول عملنا. وجاءت مشاركة حزب حماة الوطن بالاحتفالية للتأكيد على الاعتزاز بأبطال القوات المسلحة، فضلا عن تأييد القيادة السياسية في كافة قراراتها حفاظا على مصر وأمنها القومي.